طيب كابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة بالنادي الأهلي، أهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك كل كابتن، سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن. خطفناك معلش. لا معلش، سلام. إيه الأخبار؟ طمنا عليك وطمنا على فريقك. والله الحمد لله، احنا عندنا مجموعة بتتمرن بقالنا اسبوعين، ده الاسبوع الثاني اللي بيخلص ده. دي بداية فترة الإعداد يا كابتن. نعم، بداية فترة الإعداد. تمام. ده نهاية الاسبوع الثاني. احنا لحد دلوقتي فترة ثلاث ارباعها احمال في الجيم، وجزء خفيف بره كده، ما بين التراك، ما بين نلعب كوره، ما بين حاجات كلها، حاجات بسيطه يعني. الاسبوع الجاي هنزود شويه. لا قول لي، قول لي ما بين نلعب كورة دي يعني، فهمها لي. كورة. احنا الجهاز بتاعنا بيحب يلعب كوره. الكورة، الكورة بتاعتنا مش الكورة الكوره بتاعتكم. بتاعتنا. لحد دلوقتي ما دخلناش بس خالص. تمام. يعني بنلعب جيم، ونطلع نعمل شويه ورم اب كده، احماء والصالات وبتاع، ونلعب جيم كوره. تمام. تمام، دي الفترة اللي فاتت الأسبوعين بالشكل ده. حضرتك بتبقى حاطط فترة إعداد كام أسبوع يا كابتن؟ يعني 8 احنا أسابيع. هنكمل 6 أسابيع. أنا شايف لسه الدوري إن شاء الله لسه قدامه في شهر 10 أعتقد. احنا بالظبط، احنا 6 أسابيع بس بندخل فيها جزء مهاري. انا ببقى عاكس فترة الإعداد شوية. أول ما ببدأ في الأسبوع الثالث أو من آخر الأسبوع الثالث، ببدأ أشتغل الجزء الخططي اللي من غير ديفنس. حلو. بعمل حاجة مختلفة شوية، إن أنا مش بدي جزء زي دايما يقول لك حتى في التربية الرياضية 70% بدني و30% مهاري والجزء اللي فات. أنا بشتغل جزء من الألعاب الهجومية بتاعتي في فترة الإعداد حفظ. هو انا اقول لك على حاجه يا كابتن طارق، انا شخصيا مش مؤمن بالثوابت أنا معاك، خالص. يعني انا أنا متناقش. كمدير فني اشوف فتره اعداد اللي انا عملتها السنه اللي فاتت، هل تقبلتها لعيباتي ما تقبلتهاش، ممكن اغير فيها حاجات. فانا مفيش ثوابت في الكره عموما، طبعا كره طبعا، سله، كره هو طايره، كره قدم. انا معاك يا كابتن. انا اللي حط اي برنامج لاي حاجه في الاخر شخص هايل بني ادم. هو هايل، كلام فانا محترم جدا. مقتنع، انا مقتنع ان انا كنت كان زمان يعني، كان في ناس مدربين كبار بيكلموني انت ازاي تبدا بالظبط. الحاجات الهجوميه بدري. والله دي وجهه نظري، انا شايف ان الجنده ممكن يبقى ناجح بالنسبه لي، بالظبط. ان انا اشرح الجزء المهاري بتاعي او جزء الخطط بتاعي بدري قوي في فتره الاعداد، علشان لما اجي ادخل في الجزء اللي فيه ديفنس اشرح الاكسبشن، ان يعني مثلا في حد بيدافع عليا بطريقه معينه ابدا اخرج منه ازاي. مش هاخد وقت بدل لسه احفظ. دي كانت وجهه نظري زمان. فانا دايما بشتغل بيها كده، بحط مثلا لعبه معينه، اللعبه اللي ليها 7 8 اوبشن، ابدا اعمل الدريلات على اللعبه. يعني اعمل اوبشن 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 لحد في الاخر ملضم الخمسه على بعض او اللعبه كلها على بعض. دي بتبقى من الاسبوع الجاي بنبدا نشتغل برضه واحده واحده مع الجزء المهاري، لحد ان شاء الله نكلم عمر اسبوعين هنبدا نشتغل بقى، نعلي شويه الجزء الفني في الملعب، لان انا وارد في شهر 9 يبقى عندنا حاجات. اكيد. يعني انا اسالك سؤال يا كابتن طارق، يعني امتى بتبدا تفكر تغير فكره اعدادك؟ هبدا بجزء فني، هبدا بجزء مهاري، هبدا بخططي، لا هزود الحاله البدنيه شويه، لا انا محتاج ان انا ازود الحاله الفنيه شويه، الحاله الخططيه شويه، امتى بتبدا تغير الفكر ده؟ لو انا بدي حاجات خططيه حديثه او حاجات كتير اجدد هبدا اشتغل، بس هي البدني ثابت عشان مش هنغير فيه. ده الاهم في فتره الاعداد الاولانيه. انما انا ما فيش، يعني صعب جدا تغير، بتعمل حاجه جديده اصلا مش موجوده. ان انت تدي جزء خططي بدري بالظبط جدا من بالظبط بدايه الموسم، دي اساسا ما حدش بيشتغل بيها. بالظبط. دايما كله بيبقى مركز في الجزء المهاري فقط، مش الجزء الجماعي. منه جماعي ومنه مهاري، حاجات كتير قوي. حتى بتعمل كيمياء بين الاولاد، كل ما بيلعبوا تو مانز بلاي او ثلاثات دريلات هما بيحفظوا بعض، فانت كمان نميت الجزء الجماعي. تمام. يعني نسبة الاستيعاب يا كابتن طارق بتبقى نسبة كام لكام للمدير الفني وللاعب؟ لا بنسبة كبيرة، يعني أنا قادر بنسبة أوصل لك كبيرة. سؤالي، يعني هي بتعتمد على مين أكتر؟ المدير الفني بيوصل أكتر ولا اللاعب المفروض يبقى نسبة استيعابه أكتر؟ لا الاثنين، انا استيعابي اكتر، ما انا اوريدي حافظ بالظبط. يعني. انا اللي بدي، فانا عارف. أنا عارف بتبقى نسبة كام لكام؟ أصل أنا بسألك السؤال ده وهقول لك ليه دلوقتي انا حالا. مش فاهم. يعني ساعات بتكلم مع مديري الفنيين، انا بحاول اربط، انت عارف ان انا يعني مرتبط بالكره اكتر، كره القدم طبعا اكتر، طبعا. فبحاول بتكلم مع مديري الفنيين يقول لي لا انا المفروض ان اللاعب يستوعب فكري.
مع ان انا بشوف ان المدرب هو المفروض ان هو يفرض الفكر باستيعابه للاعب، بتسهيله بقى، بحبه، بايا كانت طرق كتير جدا. كده مختلف. يعني استوعب الفكر دي فكره فاشله. هايل. انا لازم انا تمام. لازم احط شغلي على الامكانيات اللي معايا. لو حاجتي اعلى من اللي موجودين فشلت، وحاجتي اقل من الموجودين فشلت. ما شاء الله. حاجه اسمها انا بحط دماغي هنا، او انا وجهه نظري بالشكل ده، ما فيش الكلام ده. ده في جزء من اللعيب انت لازم تدردش معاه، تحس بمدى استجابته للحاجه بالظبط بالظبط عشان تنجح. ما احنا في الاخر احنا واحد. يعني مثال، مثلا انا مثلا مسكت، او تجربه ليا، مسكت في نادي هليوكي. ما ينفعش ادي التكتيك اللي انا بديه في الاهلي. بالظبط بالظبط. يعني لازم ادي حاجه فري وبسيطه جدا. بعد في السنه الثالثه اديت سيستم كامل خلاص. لو انا اديت الحاجات الكتير قوي في الاول، هارد لك. الموضوع هتلعب على هبوط. كلام. انا مش مقتنع بوجهه نظر ان انا بحط وجهه نظري او السيستم بتاعي لازم هم يتاقلموا عليه، ده غلط. انا معاك، انا معاك جدا كمان. عشان كده بسالك السؤال ده. مين حريف بقى عندك في الكوره يا كابتن؟ مين امهر، ما امهر اللعيبه عندك في الكوره، كره القدم مش كره السله؟ عندي، لا عندي لعيبه كتير. عندنا عند ابو النصر لعيب كويس، كمال كويس، مودي الجرح لعيب كويس. دايما اخش على القصيرين لعيبه. اخش على الطوال هارتك، هم بيلعبوا لعبه ثانيه. احنا لازم نعمل ماتش معاك يا كابتن بقى. يعني جاهزين. حبيبي يا كابتن، ربنا معاك ان شاء الله، وكل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه، فتره الاعداد ان شاء الله تنهيها على خير، وان شاء الله تكون حاصد لكل البطولات اللي تشاركوا فيها باذن الله في الموسم المقبل. كابتن طارق خيري، المدير الفني لكره السله، شكرا جدا لحضرتك.